فرض الله تعالى على نبيه صلاة الليل أو التهجد بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله في الآية نافلة لك يدل على اختصاص نبينا بهذا الوجوب دون أمته. أما قيام الليل لأمته فهو مندوب كما يشير إليه قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكذلك قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعلى ضوء هذه الآيات رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقيام الليل عامة وفي قيام ليالي رمضان خاصة دون إلزام، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وعن ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال النبي: هي مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، أي لا يخرج إليهم، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في عدة ليال من رمضان هي نفس الصلاة التي كان يصليها في بيته في غير رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، فيصلي في المسجد ما كان يصلي في بيته، وهي قيام الليل الذي كان يحرص عليه كما بيناه سابقا. واعتكف في رمضان على عادته في حجرة اتخذها من حصير، وصلى في هذه الحجرة في مسجده ما كان يصلي في بيته، فصلى بصلاته من كان حاضرا في المسجد حينئذ من وراء الجدار. وهذا الأمر قد تكرر 3 ليال، وفي الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، أي لم يكن من مقامه في الحجرة ولم يصلي قائما. وبعد صلاة الفجر قال لهم: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عدة ليال في حجرته المتخذة من حصير في المسجد أثناء اعتكافه فيه، واقتداء من كان حاضرا في المسجد به حينئذ، لا يدل على الصلاة المخصوصة برمضان التي تؤدى في المساجد جماعة بعد العشاء والتي تسمى بصلاة التراويح. وبناء على مرة من الأدلة نستطيع أن نقول: ليس في دين الله صلاة مخصوصة برمضان تصلى أو تسمى بصلاة التراويح، لأننا لا ندين بدين أحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا ندين بدين قد أتمه الله تعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بلغه رسول الله الذي قال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم.